FM. الكلمة ليك. نحكي على تبعات وتداعيات الأداء على القيمة المضافة على قطاع السكن منذ دخوله حيز النفاذ منذ بداية 2018. لأكثر تفاصيل والنقاش معنا سيد فهمي شعبان رئيس الغربة الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين. مرحبا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير ومرحبا بك مستمعي كابا فهم. سيدي مرحبا بك. اليوم نحكيه على توظيف 13% دخل حيز النفاذ. هل ما زالت تداعيات وخيمة على قطاع السكن والقطاعات الأخرى كما القطاع البنكي والصناعي وقطاع البناء؟ هو بطبيعة في الحقيقة منذ نسمع فيك سي فهمي. هو منذ سمحني منذ معناها ظهر لي ثم إيكو في الصوت، فماش حتى إيكو نسمع فيك مليح. على كل حال منذ معناها أنت كانت نقص شوية راديو بحذيك خير تولي. لا ما عنديش حد شيء. أي ولا تفضل. على كل حال منذ المصادقة على قانون المالية في ديسمبر 2017، قانون المالية ل 2018، بطبيعة ثم تداعيات على قطاع معناها السكن وقطاع البناء ككل، باعتبار اللي 13% تعرف المواطن كي تقول له ثم 13% معناها توظيف على السكن قيمة مضافة، معناها بالنسبة لي معناها ثم ارتفاع في ثمن السكن. لكن الإشكالية وين؟ هو في الحقيقة وقت اللي معناها عنا احنا رصيد عقاري، هذا بالنسبة للمخزون والبناءات اللي تم إنجازها قبل 31 ديسمبر 2017. هذا باش نحكيو فيه سي فهمي، خلينا تو نحكيو فيه في موضوع محور الثاني حديثنا على الفصل 9 تو نشوفوا التطبيق نتاعو، لكن بتاع مجلة الأداء على القيمة المضافة. لكن أعطيني التداعيات على المواطن اليوم في 2018 إذا كان يتم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة 13%. تفضل. وهذا هو في الحقيقة هو فيه تداعيات، لكن أنا اللي حبيت نقوله اللي قلت لي معناها ربما ما نحب نواصل كلامي به، هو البعث العقاري عنده مخزونات وعنده توظيف وقع عليه في الأداء على القيمة المضافة ما قبل 31 ديسمبر. إذا البعث العقاري عنده حسب الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة هو ياخذ كريدي دو ديبار متاعه، وبالطبيعة ما هوش مش يكون عنده تأثير سلبي على المواطن معناها على المقتني على الحريف متاعنا. إذا كي ناخذ احنا ونطبق الفصل 9 تكون معناها نسبة 3% 3.5% معناها تثقل على المواطن. إذا خذينا معناها خذينا الكريديت دو ديبار متاعنا. هذا هو الإشكال معناها حسب خصوصيات كل بعث عقاري. ممكن ثم بعث عقاري مش يتأثر عليه معناه واحد أو مش يزيد يثقل واحد 2-3% حسب خصوصيات البرنامج، حسب خصوصيات المشروع عمتاعه. سي فهمي الإدارة العامة لدراسات والتشريع الجبائي ما يتصدر مذكرة مشتركة ولا حول الطرح الأداءات في البناءات في دور الإنجاز؟ احنا معناها كانت تسمى مذكرة مش تصدر في بداية جانفي 2018، لكن المذكرة هذه معناها كانت مش تصدر لو سمح الله، معناها كانت ضد، معناها كانت مش تحرمنا، تحرم المواطن، تحرم البعث العقاري من الأداء اللي توظف عليه قبل 31 ديسمبر. لكن هذه وقع توقيفها المذكرة هذه قبل ما تصدر، وبالتالي شنين أسباب التوقيف؟ عملنا احنا معناها ندوة صحفية سي فهمي. شنين أسباب التوقيف؟ شنين أسباب إيقاف المذكرة هذه أو تعطيلها أو تجميدها؟ الأسباب هذه لأنه معناها كان مش يقع حرمان البعث العقاري في حقه بطرح الأداء اللي ثقل عليه قبل 31 ديسمبر 2017. هذا الكونستا، لكن شنو أسباب البعث العقاري؟ نعم هذا الكونستا، ما شنو أسباب علاش يتم تجميد المذكرة؟ الإدارة معناها حابه تشوف، معناها شافت هكا في حين المشرع كان واضح. المشرع قال معناها ثقل، معناها يقع توظيف الأداء القيمة مضافة بداية من 1 جانفي 2018، ويقع الانتفاع بالعقود البيع
عقود البيع والوعود البيع يقع امضاهم قبل 31 ديسمبر 2017 هذوما معناها ما يتوظفش عليهم الاداء القيمه المضافه. وبالتالي الاداره حبت تدخل الكل القديم والجديد حبت تثقل علينا معناها تحرمنا من معناها من معناها استرجاع الاداء اللي وقع توظيفه على البيع العقاري. انا اليوم المواطن القدره الشرائيه نتاعه ما معناها غير قابله ما عادش تقدر ماهيش قادره باش تقبل. تجي اليوم مثلا برطمان يعمل قيمه 200,000 دينار تجي تقول له مش نوظف لك 13%، معناها كي تزيدوا فوق ال 200,000 دينار 13% مش تولي 226,000 دينار. لكن كي نسترجع احنا حقنا هي فصل 9 من مجلة اداء قيمة مضافة هو اعطانا الحق باش نسترجع معناها الاداء اللي توظف علينا. وبالتالي كي ناخذ هدايا مش يزيد ياثر 1 أو 2% يولي 3%. البرطمان يكون يعمل 200,000 دينار مش يولي يعمل 206,000 205,000 دينار. شوف الفرق. ولهذا ما كانش المواطن يجي يحس بيخان بسطوا شوي الامور سي فهمي بسطوا نعم. شوي خلينا نبسطوا شوي الامور. معناتها التفيا حسب في الحاله هذه معناتها وحسب القانون المالي 2018 يطبق على البنايات اللي باش تتبنى بدايه من 2018 وانت ماشي، والبنايات اللي تبنيت في 2017 ولا في طور الانجاز وتوفى ولا يتم تشييدها معناتها يوفى الانجاز نتاعها في 2018. هذا يعني بالضبط اللي يقع اللي ما كيما ذكرت سيادتك معناه اذا كان ثم بنايه في طور الانجاز وقع انجاز نتاعها البارتي منها في قبل 31 ديسمبر 2017 يحبوا يحرمونا من التي فيا اللي توظف فيه واللي ماشي وعني وكي نكملوها يحرموكم الطرح عاد من الطرح خلينا نفسروا مليح سي فهمي يحرموكم من طرح التي فيا قبل اللي 2018 اي نعطيك مثال. مقاول بنى لي ب 200,000 دينار وظف عليا 18% قبل 31 ديسمبر وظف عليا تيليا هكا التوظيف اللي وظفوا عليا من حقي اعطاني القانون اعطاني فصل 9 من مجله الاداء القيمه المضافه بطرح الاداء هدايا نطرحه في جانفي نطرحه هذه الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا واضح في القانون. لكن 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 معناتها مشكلتي سي فهمي خلينا نفهم زاد شوية من كلامك. يعني فما خلاف توا بينكم بين الإدارة معناتها العامة للدراسات والتشريع الجبائي اليوم؟ أكيد احنا 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 ما عندناش خلاف معاها، أما لكن احنا ممكن ما احناش فرد احنا يعني الخلاف ماهوش موجود، ربما ثم هما يشوفوه خلاف. احنا نحبوا تطبيق القانون وما نحبوش انحراف نتاع السلطه. اليوم السلطه تجي تحب معناها تحرمك من حق هذايا ما عندناش قابلينه. احنا عندنا حق نتاعنا كيما خذاو الصيادله في 2016 هما زاد كيف معناها وقع التوظيف على معناها على البرودوي نتاعهم التي في اعطاهم في معناها في 2016 مذكره عدد 14 2016 اعطاهم حقهم في طرح الاداء اللي توظف عليهم قبل معناها واحد قبل اخر السنه هذيك. كيما اعطاه زاد كيف الوكاله العقاريه للسكنه في 2017 ولا من 1 جانفي توظيف الاداء عليها في المواد نتاعها معناها اعطاهم الحق خرجوا لهم ناطقومين ومعناها اعطاهم الحق باش يطرحوا الاداء التي في اللي معناها توظف عليهم في السابق. معناتها سي فهمي نحب نفهم معناتها ستمتنعون عن الاداء القيمه على القيمه المضافه معناتها ما كنتش مش نعملوا الاداء. انا اليوم يجيني حريف يقول لي يشري ما عندي نعمل له نبيع له اورتاكس ونزيدوا التي في ونعطيه تي تي سي كيما معناها جا به القانون المالي نتاع 2018 ماشي نطبقوه. لكن انا ماشي نطبق فصل 9 من الاداء على القيمه المضافه ماشي نطرح قبل 31 مارس سيقع ايداع كل جرد كل بعث عقاري وحسب خصوصيات المشروع نتاعو ماشي يقع ايداع الجرد في مكاتب المراقبه في الجهه نتاعو معناها اللي طرح الاداء اللي وقع توظيفه قبل 31 ديسمبر 2017 سي فهمي معناتها هل هذا قانوني في غياب مذكره مشتركه؟ يعني انتم تبقوا في الفصل 9 من طرف واحد يعني؟ لا احنا نطبقوا القانون كما جاء قانون الماليه نتاع 2018 نحترموه. احنا كيف عندنا فصل 9
مشاق تطبيقه. واحنا هو شنو بطاط الإدارة طوى عنا شنو محلم الأعراب المذكرة يا سفاهم إذا كان مش موجودة اليوم ومعتها المذكرة هي باش تنفذ معناتها وتوضح. هو في الحقيقة المذكرة هذه ممكن في نظام بورقيبة الله يرحمه واللي في نظام بن علي كانت هذه مقبولة نوعا ما حسب النظام هذاك حسب الوقت هذاك. اليوم عنا احنا جمهورية ثانية وعنا دستور جديد ولا يعقل إذا سمى حاجة المشرع يحب يعملها راهو خليها في القانون. المشرع وقت يخرج قانون المالية إذا كان عنده حاجة يحب يحرمنا من حقنا في الفصل 9 راهو خليها في القانون هذايا وراهو معناها كان الأمور واضحة. اليوم نستنى في اجتهاد متاع أشخاص معناها متاع الناس مسؤولة إداريين نستناه في معناها في اجتهاداتهم باش يخرجوها في مذكرة. أنا أقول لك اليوم أنا نطبق اللي جا فيه القانون ونطبقه القانون بحديث. إيه ما أنا أحنا سيفامي يا سيفامي ما أحنا تو في خلاف تو أنا كمش نسمع فيك ما أنت سلطة الإشراف ما خرجتش المذكر بيشي هك وانتو مش طبقوا فصل 9 يعني فما خلاف هنا ما أنت من جهة ما خرجتش مذكرة دونك فماش طرح للأداء على القيمة المضافة قبل 2018 وانتو ما تقولوا فما طرح للأداء وستطبقون الفصل 9 أي أحنا الخلاف فما تعارض هنا معناتها انا نطبق في القانون ما عنديش خلاف انا نطبق في القانون عندي فصل 9 ثم قانون اجمع الخبراء في الجمهورية التونسية اجمع الناس الكل معناها الخبراء الكل اللي الفصل 9 يمنحنا باش يقع طرح الاداء الموظف على العقارات وعلى المخزون العقاري قبل 31 ديسمبر. دونك انا ما عنديش خلاف انا نطبق في القانون لكن مشيت العادة لدارة تخرج مذكرة عامة نوتكمين تخرجها لدارة هذا جاء قبل قلنا النظام السابق معناها مقبولة. اليوم عندنا جمهورية ثانية وعندنا حريات وعندنا ديمقراطية في البلاد أنا إذا كان ثم حاجة نحب نطبقوها أعطينا المشرع شي يقول واللي قالوا المشرع نطبقوه. أي لكن أنت قلت لي أنت قلت لي معناها تعمل الاجتهادات وتقول نعطي وما نعطيش هذا اليوم غير مقبول يعني المذكرة هي عرف معناتها تم الاعتياد عليه هكا ولا عرف أي نعم ومكتعرفة العرف يقوم مقام القانون لا لا ما لا بالنسبة لنا ما هوش قانون والقانون علاش ما قالوش إذا كان سمى حاجة يحب يحرمنا واللي يحب يلغي الفصل 9 راهو المشرع في قانون المالية راهو حرمنا من هذا وقول راهو يطبق عليه معناه ما هوش مش يتمتع بالمخزون معناه اللي بناه في قبل 2017 لو كان الدنيا راهو عمره ما يرجع القانون مفعول رجعي ماهوش معقول اليوم تحب توظف عليا معناها توظف الأداء على قيمة مضافة على بنايات معناها صارت في 2015 و2014 و2015 سيتم الاتجاه للقضاء وهذا دوبل تاكساسيون أقول لك حاجة هذا دوبل تاكساسيون هل من المعقول ادفعنا 18% تي في في السابق ونزيد توا تحب توظف عليه مرة أخرى تي في 13% تولي 32 هذايا ممنوع دوليا وهذايا ما يتمشاش ماهوش معقول توظفوا مرتين سي فهمي ستلجؤون في الجمهورية التونسية لي فيسكاليست لي زيكسبير كونتابل هيئة خبراء المحاسبين الجمعيات والمنظمات اللي كل عندها صلة بالجباية الكل استنكروا الشيء هذايا وقالوا وثمة عار على تونس لو كان هذا تنحرف السلطة وتطبقوا سي فهمي ستلجؤون للقضاء في صورة عدم الامتثال لطلباتكم احنا مش نطبق القانون احنا قلنا لو كان خرجت مذكرة إدارية تعكس هذايا قلنا نلتجؤوا للقضاء واضح قلنا نلتجؤوا إذا كان هذه ما خرجتش ما عنا علاش احنا نلتجؤوا عنا فصل 9 مش نطبقه واليوم مش نطبق فصل 9 احنا راهو ناس بنينا تونس حجرة ومش نواصلوا نبنيوها احنا محناش ضد قانون اذا ثم قانون القانون فوق الجميع وعلى راسنا وعينينا اذا اليوم ثم انسان خبير في البلاد انسان عنده دراية بالاداء القيمة مضافة الناس الكل قال لك هذا ما يجيش والمعقول ما يجيش اليوم حتى انسان عاقل معناه تقول له هذه برودوي دار توظفت عليها تي في قبل 2017 ونزيدها تي في في 2018 احنا مشكلنا الحريف الطاقة معاش قادر هو ديجا القدرة الشرائية متاعه الدورة تزيد اليوم معناه برودوي خلصت عليه تي في نزيد نقول له اليوم نزيد نثقل عليك تي في من اول جديد وهذا يخلق لنا مشكله اكزامبل نعطيك انا اليوم نبني هنا
احنا في ولايه نابل اليوم نحكيه نبني في ولايه نابل عندي مشروع احضر احضر تحبني نزيد نثقل عليه 13% تي في في حين وقت اللي زميلي يكمل المشروع نتاعو في اواخر 2018 واللي بدايه 2019 هو ديجا الكريدي دو ديبار عنده تي في اللي توفت من 1 جانفي من سنة معناها من عام 2018 عنده الحق راهو باش يسترجع التي في هذاك. احنا الاشكالية متاعنا قبل 2017 يولي هو يبيع ارخص مني. انت كدولة مش تساهم ومعناها مش تخلق معناها حساسية بين الباعثين العطارين وبين المواطنين. سي فهمي حب نختم معاك انا الادارة العامة يعني شنو قلت لكم كي اتصلتوا بها معناتها هل ستصدق سامحني سي فهمي سي فهمي دقيقة برك حكمل سؤالي سي فهمي معناتها انت انتم تستناو في المذكرة باش تخرج ولا باش تخرج المذكرة شنو قالت قلت لكم الادارة العامة معناتها في الخصوص هذا؟ احنا الادارة العامة ما معناها وجهنا مراسلات في السابق وقعدنا ننتظر وجهنا لوزارة المالية وجهنا رئاسة الحكومة وجهنا كيف كيف للإدارة العامة لا معناها ما ثماش حتى إجابة حتى بالإدارة. إجابة ما ثم حتى إجابة ولهذا احنا اليوم عندنا شهرين من 1 جانفي 2018 لغاية اليوم معناها وقع معناها بريف البعثين العقاريين والمواطنين ما ثم حتى ثم تساؤلات كبيرة لن نسجل حتى بيوعات من 1 جانفي 2018 هذا يضر بالقطاع البناء وبالاقتصاد متاع البلاد. اليوم الباعثين العقاريين ما يعرفش روحوا اسكو معناها سي فهمي فما بيوعات لكن ما سجلتوهاش اي ما ثماش بيوع لا 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 بيوعات فما طلبات لكن انتم ما بعتوش ما بعناش علاش الباعث العقاري اليوم يتصلوا بيا 15 و20 مره 20 باعث عقاري يومين قول لك جاتني بيع اسكو نثقل عليه 13% هذايا واللي نطرح الاداء اللي انا وظفت عليه وظفوا عليه قبل المقاولين والشركات معناها بصفه عامه اللي انجز المشروع اسكو انا نطرح هكا التي في اللي وظفوا عليه ما عندها سي فهمي توا القطاع في حاله شلل نجم نقولوا حاله شلل كامله واليوم احنا معناها مش معقول مؤسسات اقتصاديه اليوم نستنى معناها واقفين مشلولين عندنا ضغوطات نتاع بنوك عندنا ضغوطات نتاع والله غريبه معناتها سي فهمي خلينا نقول كلمه معاك بيسالش معناتها الاداره العامه والسلطه الاشراف معناتها وضحوا الامور يا خويا هي باش تصدر المذكره ما تصدرش وضح الامور علاش القطاع كامل يعني ما في حال شلل باش تستنى الاداره كان عندها تحب توضح حاجه او وزاره الماليه شنو الموانع عندها باش توضح احنا كتبنا راسلنا عملنا كومونيكي دو بريس توقفت المذكره الاولى بارك الله فيه مشكور السيد رئيس الحكومه وعضادو معناها وقفوا المذكره وقالوا ننظروا فيها يظهر للاداره ما نعرفش يعني وخرت برشا واحنا ما عادش نجمو انتم معلقين اليوم ما في حاله ما عادش انا انتم مش بونيو اليوم احنا نسالوا الناس كل احنا يوميا اتصور احنا من الكونفرنس دو بريس ومن الجلسه اللي عملناها في بدايه جانفي عملنا نهار 7 جانفي اليوم اهو في 9 مارس التو ما عندنا اجابه واحنا القانون يعطينا يلزمنا ناخذ الجرد نتاعنا ونحد معناها يلزم نجهز الجرد نتاع كل باعث عقاري ويلزم سي فهمي مش نختم معاك رسالتك الى رئيس الحكومه اذا كان يسمع فيك يا سيد رئيس الحكومه نداء ورجائي ان تقف مع هذا القطاع وان تساعد هذا القطاع وتعطي حق القطاع هذايا وراه وبالتالي يقول لك كون لو باتيمون فا تو فا راهو ثم شلل كبير بالنسبه لقطاع البناء وبالتالي معناها نقولوا قطاع البعث العقاري اذا شكرا. كان قطاع البعث العقاري يقف راهو يشل قطاع البناء عندنا استثمار معنا ديريكت وان ديريكت راهو معناها يلزم تنقذ القطاع هذا شكرا اليوم شكرا. حاله شلل عندنا بنوك معناها ديون معناها تحب معنا البنوك واضح اليوم ما احناش قادرين باش نسدد القروض نتاعنا وبالتالي كان يتمس قطاع البناء وقطاع البعث العقاري شكرا ليك فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين على قبولك دعوة بالهاتف الكلمة ليك